واخيرا وبعد طول انتظار وبعد حجر صحي وبعد تاجيلات كثيره وبعد ما لعبت فينا سنه 2020 يمنه ويسرة وبعد سلسله من التاجيلات المستمره للافلام اخيرا تابعت الفيلم المنتظر او رائعه كريستوفر نولن تنت واحب اقول لكم اتس اميزينغ فتعالوا ايها العظماء وخلونا نسولف عن رائعه كريستوفر نولن الجديده فيلم تنت واكيد بدون حرق يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعه ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه تنت 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 كلمه واحده قد تكون مجرد كلمه لا معنى لها او قد تكون كلمه تحمل كل المعاني رحله عبر الزمن رحله مليانه اكشن مليانه غموض مليانه تعقيد مليانه لحسه مخ مليانه فيزياء ومليانه علوم طبيعيه ما فيها اي شيء علوم شرعيه للاسف يعني احس اني انا مو الشخص المناسب لمراجعه هذا الفيلم وايش الجديد يا وجه ترى الفيلم لكريستوفر نولن يعني شيء طبيعي بعدين يا جماعه تعالوا مين اللي قال لكم ان الفيلم لحسه مخ ترى الفيلم ابدا ما هو لحسه مخ الفيلم تجاوز مرحله لحسه المخ لدرجه انه كذا وانت تتابع الفيلم بتحس انك مره غبي بتحس انك ناقص علم ناقص تعليم ناقص معرفه بتحس انك جاهل. حتى المحقق كونان اللي داخلك وشيرلوك وكل صوت يحاول يتحرى داخلك كلهم راح يسحبوا عليك ويتركوك قدام الشاشة في الظلام الحالك لحالك حلوة. تبحر وتحارب في دوامة من التساؤلات والاسئلة. عموما لو انت تخطط تروح تتابع فيلم تنت في السينما او ايا كان ركز في اللي بقوله لك، الفيلم مرة معقد، مرة معقد ويحتاج منك تركيز عالي، مو تركيز عالي مرة عالي، لا تتابعوا أنت مو نايم كويس، لا تتابعوا أنت جيعان، لا تتابعوا أنت ما رحت الحمام، لا تاكل فشار لا تشرب عصير، لا تجلس في الصفوف اللي قدام، لا تتابعوا معاك واحد مزعج يقاطعك كل شوية في الفيلم، تابعه أنت مركز 100%، صعب؟ اي نعم، ولكن هذه افلام نولن مشهد واحد او حوار واحد يروح عليك بوم راح يخربط لك كل افكارك وانت في السينما بعدين يا حبيبي ما ينفع تقول بالله رجع لي عشر ثواني من المشهد الفلاني في حاجه فاتتني نو ات دازنت work لايك like this فيب لازم تركز قد ما تقدر حوار واحد سطر واحد مشهد واحد تغفل عنه قد يحمل الكثير من الاجابات للفيلم بس للامانه يعني وعشان اكون صريح معك مو معناته اذا ركزت معناته انك راح تفهمه <applause> يا تافه جوي انا وانت يا صديقي انا شخصيا اضطريت اتابعه اكثر من علشان استوعب شوية من لحسة المخ والحوسة اللي فيه واكذب عليك لو قلت اني فهمته اكذب عليك الفيلم من كتابة واخراج كريستوفر نولن فقط محدش عونه محدش ساعده محدش الهمه محدش ومحدش والمعروف عن نولن انه احيانا يستعين بأخوه الاصغر جوناثن نولن ويخليه يساعده في كتابة السيناريو والقصص ولكن هالفيلم كتبه كريستوفر نولن لحاله بشكل كامل وبدون اي تدخلات خارجية عاد هذا المكتوب يا جماعة الله اعلم لم نشقق عن صدره ويقول نولن إن انه هالفيلم كان عنده له تصورات دائمه الفكره موجوده اوريدي في راسه من حوالي ست سنوات ودائما يفكر فيها ومع الوقت ومع الاستمرار في تغذيه هذه التصورات والافكار قدر اخيرا انه يخرج بفكره فيلم تنت كبير يا نولن مرة كبير. الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن من أمريكا، روبرت باتنسون من بريطانيا، إليزابيث ديبكي من أستراليا، وكينيث برانا من أيرلندا، وديمبل كاباديا من الهند، ما نعرف ايش التنويع الحلو هذا يا نولان، ايش الحركات هذه؟ وأكيد بد من تواجد تميمة كريستوفر نولان الممثل الكبير مايكل كان. اما بالنسبه لميزانيه الفيلم ايها الجميلين فقد تجاوزت ال 200 مليون دولار او بالتحديد ال 205 مليون دولار ولا ادري صراحه مع الظروف السيئه اللي حاصله في ادوار السينما بسبب كورونا هل راح يتمكن الفيلم من تحقيق ارباح تعادل خسارته ولا لا؟ الله اعلم. يمكن لاحظتم ان كلمه تنت تقرا من اليمين واليسار بنفس الشكل تنت. فخلوني أشرح لكم وش قصة هالكلمة بشكل عام ومن إيش مأخوذة وليش تقرأ من اليمين واليسار بنفس الشكل في الفيلم كانت الكلمة تترجم على أنها عقيدة أو معتقد لكن هل هذا المعنى أو هل هذه الترجمة الحقيقية المقصودة من الكلمة ممكن وممكن لا بعد البحث والتحري يعني في جوجل ويكيبيديا ومعلومات ومصادر كثيرة بحثت عنها في النت يقول لك انه في منحوتة قديمة جدا او رسمة لمربع روماني تم اكتشافه في مدينة بومبي الرومانية عمر المربع هذا يقدر بحوالي 2000 سنة وكان اسمه سيتر سكوير او تم تسميته سيتر سكوير او مربع سيتر المربع هذا يا جماعة في شيء غريب وعجيب جدا ما راح اخوض في تفاصيله لانه هو بروحه يحتاج له فيديو ثاني ولكن خلوني اوريكم صورة له بحيث تفهمون أسهل ونشرحها بالمختصر هذا المربع ببساطة يا جماعة مربع من خمسة صفوف وخمسة أعمدة داخل هذا المربع فيه خمس كلمات رئيسية سيتر ريبو تينت روتس اوبرا. هذه الخمس الكلمات المتوفرة داخل هذا المربع العجيب. ابغاكم توقفون الفيديو لما اعطيكم اشارة الوقوف وجربوا تقرأوا الكلمات بالعكس داخل هذا المربع سواء من اليسار لليمين او من اليمين لليسار او من فوق لتحت او من تحت لفوق. وقفوا الفيديو الان ولاحظوا في الصورة. راح تطلع معاكم واحدة من الخمس كلمات في كل مرة، صح؟ سيتر ريبو تينت، روتس عدا كلمة تنت دائما تظل تنت وتلاحظون انها تتوسط المربع او مسوية علامة زائد، فوق تحت تنت، يمين يسار تنت، تحت فوق تنت، يسار يمين تنت. الغريب برضو لو رسمت نجمة خماسية وسط المربع بالشكل الهندسي الصحيح بتلاقي كل زاوية من النجمة محطوطة على حرف، والحروف اللي على زوايا النجمة تشكل كلمة سيتر او روتس وهو اسم المربع. عموما المربع غريب عجيب وكل ما تركز فيه أكثر تلاقي كلمات أكثر وتطابقات أكثر المربع هذا سواء فهمته او ما فهمته، سواء عرفته او ما عرفته، ما راح يضيف لك شيء ولا له اي صله في احداث الفيلم بشكل جوهري، ولكن الاكيد واللي اقدر اجزم عليه انه كلمه تنت ماخوذه من هذا المربع العجيب، وبعض اسماء الشخصيات برضه ماخوذه من هذا المربع العجيب، وبحكم ان الفيلم يتمحور حول الوقت او الزمن اللي يمشي بشكل طبيعي، والوقت او الزمن اللي يمشي بالعكس، فهذا المربع شكليا يجسد ويلخص فكره الفيلم لا اكثر. استاهل لايك ولا ما استاهل لايك يا جماعه؟ ولو تحبون تقرون اكثر عن هذا المربع اكتبوا في جوجل هذه العباره سيتور سكوير او روتس سكوير طيب بعطيكم رايي عن الفيلم بشكل سريع ومختصر وبدون حرق اكيد ببساطه كذا عندنا عميل يحاول يوقف حرب عالميه ثالثه وسلاحها الوحيد كلمه تينت هذا الوصف اللي ممكن نلخص فيها التريلر او عن ما هي فكره الفيلم بشكل عام الفيلم مزيج ما بين افلام الجاسوسيه والسفر عبر الزمن ولكن بلمسه نولانيه فاخره الفيلم بشكل عام كتجربه سينمائيه وكتجربه خيال علمي وسفر عبر الزمن حاجه مره مختلفه يا جماعه تتابع الفيلم وانت من جواتك تقول يا اخي هذا فيلم جديد هذا شيء مبتكر هذا شيء ابداعي فيلم جديد بكل ما تحمله كلمه جديد من معنى مو اي فيلم جديد تروح تتابعه معناته جديد هو جديد تاريخيا ولكن في فكره هم هنا السؤال صح انه الافكار الرئيسيه مطروحه من زمان في السينما والتلفزيون فكره الجاسوسيه والسفر عبر الزمن لكن في فيلم تينت نولان طرحها بشكل معقد ومختلف وممتع جدا، حتى وان ما فهمت الفيلم واحداثه بتلقى نفسك مستمتع بصريا ومنجذب للفيلم، وهنا تكمن جزء من قوه الفيلم الحقيقيه، اطرح لك ماده دسمه جديده معقده مبتكره واتركك، تفهم؟ الخير واهله، ما تفهم؟ برضه راح اضمن لك تجربه سينمائيه جديده، وهذا التحدي المتكرر في اعمال نولن ما هو شيء جديد، لانه دائما يحاول يخليك كمتابع تتابع الفيلم وكمان تفكر في نفس الوقت، كل مشهد عباره عن لغز سريع اللي حق تحله وتحلله ممتاز وان ما لحقت قد تاتيك الاجابه في المشاهد القادمه، قد تاتيك. لا تتوقع انك تتابع الفيلم وتفهمه بكل بساطه، لازم تركز، وطبيعي جدا ترى لو ما فهمت مهما وصلت من مراحل التركيز راح تظل في حاجه الى متابعه اضافيه ثانيه ثالثه رابعه الله اعلم على حسب مزاجك، او على الاقل راح تشوف مراجعات وتحليلات مفصله للفيلم. القصه معقده، العالم معقد، الفيلم مره بطل، ما هو افضل اعمال نولن ولكنه مره بطل. اما بالنسبه للتمثيل، التمثيل بشكل عام ما عندي اي ملاحظات عليه ولا راح اخوض في اداء الشخصيات بالتفصيل، ولكن خلوني اتكلم عن اهم شخصيتين، شخصيه واشنطن وباتنسون. واشنطن ما كان الاختيار الامثل يا جماعه، زبد. اسفين يا عمو نولن، والله ما ودي اشكك في قدرتك على اختيار الممثلين، ولكن ما حسيت ان واشنطن كان الاختيار الامثل للدور. اوكي تمثيل يقدر يمثل وهالشيء مفروغ منه، ولكنه ما اعطاني هذاك الشعور اللي يخليني اقول هذا هو الشخص المناسب المكان المناسب الدور المناسب حسيت انه في ثغره في دوره وحسيت انه مفروض يكون في شخص ثاني يمسك الدور على سبيل المثال يعني ادريس البا وفي الفخامه تخيلوا ادريس البا مسك الدور يا ساتر لكن اتوقع انه ادريس البا سعره غالي مقارنه بسعر واشنطن يعني عموما الولد ما قصر سوى اللي عليه ومشي الحال اما روبرت باتنسون يا جماعه مره اعجبني اداؤه ودوره قدمه بالشكل المطلوب ويمكن اكثر تقمص للدور وحتى اللهجه اللي تبناها كلها خدمت دوره مره رهيب روبرت وراح يعجبكم اداؤه لو تابعتم الفيلم وهنا نقدر نقول العباره اللي ما قلناها بحق واشنطن روبرت باتنسون الشخص المناسب في المكان المناسب والدور المناسب اما بالنسبه لباقي الممثلين للامانه قدموا ادوارهم بالشكل المطلوب ولا في اي ملاحظات تذكر اما بالنسبه للموسيقى التصويريه يا لطيف يا جماعه يا لطيف بس غير ان اذنك بتنفجر بالذات اذا تابعت الفيلم على شاشات الاي ماكس الا انه الموسيقى التصويريه يا جماعه رائعه بشكل مو طبيعي تحس انها فعلا موسيقى تعبر عن السفر عبر الزمن تحس انها فعلا تعطيك شعور ان الزمن في هذا الفيلم تم التعامل معه بشكل مبتكر وبطريقه جدا مختلفه الموسيقى التصويريه راح تعطيك الجو يخليك تنسجم مع الاحداث سواء على صعيد الاكشن الغموض او حتى المشاهد الدراميه البسيطه وكان في تلاعب جدا ذكي في الايقاع الموسيقي بما يتماشى ويخدم كل مشهد في الفيلم راح تلاحظوا اذا تابعتوا الفيلم ولكن صدقا صدقا كل لحظات الغموض والخيال والاكشن راح تسحبك من داخل روحك الى داخل الفيلم والفضل بعد كل شيء للموسيقى التصويريه الموسيقى التصويريه جدا جميله وتم توظيفها بالشكل المناسب بس مثل ما قلت لكم اعملوا حسابكم اذا بتتابعون الفيلم على شاشات اي ماكس خذوا معاكم سدادات اذن الهم تصرفوا لانه انا شخصيا اذني كانت على بعد خطوه وتنفجر من الصخب جدير بالذكر برضو بما اننا نتكلم عن الموسيقى التصويريه للاسف في هذا الفيلم ما راح تسمعون اي معزوفه لهانز زيمر كعاده نولن هانز زيمر ما قدر يشارك في فيلم تينيت بسبب ارتباطه باعمال كثيره وعلى ما قرات انه وصلوا عرض سخي جدا من نولن ولكنه رفضه ما في مجاملات بزنس از بزنس يا حبيبي واضطر المخرج كريستوفر نولن انه يستعين بالملحن لودفيك كرانسون وهو ملحن شارك في تلحين اعمال كثيره مثل فيلم بلاك بان هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> وغيرهم من الافلام اما بالنسبه لعيوب الفيلم هذا لو كان في عيوب اصلا تذكر غير ان واشنطن ما اعطاني الشعور او ما خلاني احس انه الممثل المناسب للدور برضو اضيف نقطه بسيطه وهي في بناء القصه بناء القصه يا جماعه في قفزات كثيره في مشاهد واحداث انعرضت بشكل سريع جدا بالذات اول نصف ساعه من الفيلم قفزه ورا قفزه ورا قفزه اشياء كثيره حصلت بسرعه مره بسرعه حسيت اني محتاج اشوف تفاصيل اكثر ولكن ما شفت يعني اوكي الفيلم ساعتين و... نصف ويعتبر طويل بس معلش يا عمو نولن قصتك معقده جدا واحس على الاقل كان مفروض يكون الفيلم ثلاث ساعات في اشياء كثيره كنت احتاج انه تضاف لها تفاصيل اكثر ما ودي اخوض في المراجعه اكثر وفي تفاصيل اكثر تجنبا للحرق ولكن لو بلخص لكم تقييمي للفيلم بقول لكم انه فيلم تينيت قد يكون واحد من اجمل الاشياء اللي حصلت في عام 2020 اذا لم يكن الاجمل تجربه سينمائيه مميزه جديده مختلفه ممتعه معقده قد تفهمها وقد لا تفهمها ولكن في الاخير الغالبيه راح نتفق انه هذا الفيلم رائع وممتع، وتقييمي للفيلم وللتجربه بشكل عام 9 من 10، والنصيب الاكبر من التقييم اقدمه بكل حب للمخرج كريستوفر نولان على الفكره المعقده الجديده والمبتكره، واللي فعلا خلتني اخرج من السينما وانا اسمع صوت داخلي يقول يب هذا فيلم جديد، هذه تجربه جديده فريدة ومبتكرة طيب أقول لك يا وجيه هل يستحق تابع السينما ولا أنتظر النسخ الرقمية منه تمزح معايا صح؟ لو عندك فرصة تابع سينما تابعه ومو مرة تابعه مرتين ولما ينزل نسخ رقمية برضو تابعه مرة ثالثة يب ما أمزح تحب الخيال تحب الأكشن تحب الغموض مرة لا تتردد معلومة أخيرة قبل نختم الفيديو أحس أنها جديرة بالذكر وراح أشاركها معاكم واحدة من التقاليد والعادات للمخرج كريستوفر نولين قبل يبدأ تصوير فيلم من أفلامه يجمع كل طاقم الممثلين والمنتجين ويعرض عليهم بعض الأعمال والأفلام اللي قد تفيدهم وتلهمهم وتعزز معرفتهم بأدوارهم بحيث يقدموا أو بحيث يكون عندهم تصور كيف يقدموا أدوارهم بشكل أفضل إلا فيلم تينت كريستوفر نولن كسر هذه القاعدة وقال لكل طاقم العمل والممثلين هالعمل أبغاكم أنتم تلهمون انفسكم بانفسكم فيه من خلال النصوص اللي بنعطيكم اياها ويقال انه جاب لهم طاري جيمس بوند كذا من بعيد لبعيد يعني حركات اياك عني واسمع يا جاره الى هنا نكون وصلنا نهايه الفيديو ولو ناويين تتابعوا فيلم تينيت اوصيكم انكم تحجزونه في شاشات الاي ماكس لمتعه اضافيه بس اعملوا حسابكم مثل ما قلت لكم الصوت بيكون مره عالي واوصيكم يلي ما تابعتم الفيلم او ما عندكم امكانيه تشوفوه سينما ارجوكم لا تشوفوه بجوده سيئه ارجوكم الصبر طيب معله الحياه ما هي سويه وعلى قولة امي الله يعطيها الصحه والعافيه قال لي صبرتي سنه ما عاد يضرك يوم طبعا اليوم هنا المقصود فيه يعني شهر شهرين اضافيه ما راح تضر فاهمين والاهم من هذا كله احذروا قراءه التعليقات اسحبوا على السوشيال ميديا ادفنوا انفسكم في غياهب الحياه الطبيعيه اتركوا العالم الافتراضي لاني يفرجها الله ادري صعبه بس المهم لا ينحرق عليكم الفيلم تصرفوا يا جماعه الى هنا نكون وصلنا نهايه الفيديو للمره الثانيه والمره الثالثه قلت نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب الاعجاب في الفيديو يا جماعه مرة, مره مره مهم لدعم القناه وبرضو شاركون أراءكم والسلبيات والإيجابيات اللي شفتوها في فيلم تينيت لو تابعتوه كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم